في العالم من الناحية الفنية، إنما في ظواهر لا تناسب العقيدة بتاعتنا. صحيح. ولا تناسب ديننا. طبعا. ده أكبر عقوبة حصلت في التاريخ وذكرها القرآن، قوم لوط فقسفنا به وبداره الأرض فجعلنا عاليها سافلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فأنت بالظاهرة دي مش بتكرم، ده أنت بتهين بني آدم. فخلي بالك الناس، مباريات رياضية، خلي بالك أنت بتخش مباراة الرياضية والرسالة الرياضية بتخش كل بيت، فدور الأب والأم والأخ ومحمد والدكتور طارق تصدى لهذه الظاهرة التي لا تناسب الإسلام وضد الفطرة وديننا وكل الأديان بتنتهكها وبتحاربها. فخلي بالك إحنا موجودين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا منكر لابد من ان احنا ننهيه، وفي نفس الوقت بنحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا في ظل دوري قوي. احنا بنشيد بالظواهر الحلوه، لا للعنصريه والحاجات الخيريه، الملاعب الجميله واللعب الحلو، انما الظواهر اللي لا تناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا لازم نقف لها وتصدد لها.